تشاهدون في هذه الحلقة: إضراب المعلمين يهدد ما تبقى من هامش تعليمي في مدارس عدن، الشعاب المرجانية في خليج عدن ثروة وطنية مهددة بالانقراض، خديجة الكاف صحفية مهتمة بقضايا الحقوق والتنمية. مشاهدينا الكرام، لا يزال هناك العديد من الأخبار والفعاليات والأنشطة، نختار لكم أفضلها لنعرضها في هذه الفقرة، ابقوا معنا. نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق حملة لإزالة الاستحداثات العشوائية في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن. الحملة استهدفت الاستحداثات المخالفة وأعمال البسط والبناء العشوائي في جولة التوفيق بمنطقة كابوتا وبلوك 11 المقابل لمقبرة الشهداء، وكذا في حي عبد العزيز عبد الولي، وذلك بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمخططات العمرانية. نفذت مبادرات شبابية بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين في العاصمة المؤقتة عدن حملة نظافة واسعة لساحل أبين بعد ظاهرة نفوق الأحياء البحرية. الحملة تضمنت رفع الأسماك والكائنات البحرية النافقة على امتداد ساحل أبين في مديرية خور مكسر والتخلص منها للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي الساحل وكورنيش الشهيد قحطان الشعبي. زار وفد من منظمة الرحمة البريطانية مركز أمراض الدم والأورام بمشفى الصداقة في العاصمة المؤقتة عدن، وخلال الزيارة اطلع الوفد البريطاني على الوضع الإنساني في مركز الدم والأورام السرطانية وقدم مساعدات مالية وعينية للمرضى. إضراب المعلمين يوشك أن يكون الأطول الذي تشهده وزارة التربية والتعليم، فلماذا بدأ وما هي مطالبهم وكيف سينتهي؟ قضيتنا لهذه الحلقة، تابعونا. التعليم في المناطق المحررة ليس أفضل حالا من التعليم في المناطق غير المحررة، فالوضع لا يختلف كثيرا وإن تباينت الاختلالات وتعددت الأسباب. فعلا نحن تدهورنا بشكل فظيع، يعني دهورت دراستنا، مستوانا تراجع. يعني أنا كنت طالبة شاطرة، الآن أشوف حالي يعني في مستوى يعني ما كنتش أتوقع أني بكون يعني في هذا المستوى. كنت ما نزلش عن المرتبة الرابعة أبدا، اليوم قدني أقل خامسة سادسة. فنتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تعيد للمدرسين والمدرسات حقوقهم. أهم مطالبنا هو مطلب واحد، حقوقنا الذي إلى اليوم لم تسعفنا وزارة التربية والتعليم بإعطاء حقوقنا لنا، ولا نعرف لماذا الصراحة. لحد اليوم وزارة التربية والتعليم يعني مهملة للمدرسين بشكل خاص، يعني رغم أن المرافق الثانية يعني في رفع مستويات لهم وفي حقوق وفي، لكن نحن كمدرسين كأننا غير موجودين. الوزارة بذلت كل جهودها في أنها تصرف مستحقات الموظفين، لكن الأمور متعلقة بوجود الأثر المالي في وزارة المالية. كثير من الفتاوي عندنا الذي صدرت وحصلنا عليها بمستحقات بدل طبيعة العمل موظفين 2011 بتسويات انفرادية وجماعية على مستوى المحافظات المحررة، إلا أنها كلها حبيسة أدراج وزارة المالية منذ العام 2018. وحاليا الوزارة قامت بكل الالتزامات اللي عليها، جاهزة لإعداد أو البث في موضوع العلاوات السنوية 2014-2017، ومنتظرين فقط الأثر المالي والأسس والمعايير الذي بيتم التنفيذ عليها. شهر ثالث على توقف العملية التعليمية في مدارس عدن الحكومية منذ أن فرضت نقابة المعلمين الجنوبيين التي جرى تأسيسها مؤخرا إضرابا شاملا بحجة المطالبة برفع الأجور وتسوية أوضاع المتعاقدين وتفعيل التأمين الصحي. نحن تعبنا، نجي يوميا ندرس مادتين ونروح، ضبحنا بالبيت. نتمنى أنكم تلبوا حقوق مدرساتنا علشان يرجعوا يدرسوا. ماش معنا تأمين المدرس إذا مرض،
إذا لا قدر الله يعني استوى الظرف طارئ، إذا أقل شيء الحقوق اللي استراتيجيتنا عملنا حق عملنا نحن اللي نحن نقوم به بأمانة داخل مدارس. لا أجزم منها مشروعة. أنا أشتغل كلمة حق. أولا الآن العمل متوقف منذ 3 أشهر في المدارس، وبالتالي ينبغي أن ننفذ القانون بحذافيره ونسحب بدل طبيعة العمل ونسقطها. دعوات تعطيل التعليم في المدن الجنوبية تقابلها الحكومة بوعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ، والنتيجة مدارس مغلقة تبحث عن طلاب ومعلمين في عام دراسي يوشك على الانتهاء. درسنا فترات طويلة وتجاهلنا فكرة الإضراب، ليش؟ علشان مصلحة أولادنا، ما نشتيش أولادنا يرجعوا إلى الوراء. لكن اكتشفنا أن وزارة التربية والتعليم لم تعطينا لم تعيرنا أي أهمية إطلاقا. من حقنا نحن ندرس، كل الدول وكل الدة تتمنى يعني تدرس وتتطور، ونحن ندرس نحن ما ندرس، نحن عادنا نتدهور، الناس تطلع لفوق إحنا ننزل لتحت، يعني نتمنى تلبوا حقوق معلمين. أنا أقول لهم عودوا إلى مدارسكم، نحن بحاجة إلى بناء الإنسان، نحن بحاجة إلى بناء الطفل. يعني الآن وصلوا إلى ذروة الإضراب، إيش اللي متبقي؟ وزارة التربية ربما تتخذ قرار في هذا الموضوع وتمتحن على الفصل الأول، إيش باقي معهم؟ أو ممكن تلقي العام الدراسي كامل، وفي ذا الحال من اللي بيتضرر؟ بيتضرر أطفالنا كلنا، أطفالهم أطفالنا. استمرار توقف العملية التعليمية يهدد ما تبقى من هامش تعليمي، وينذر بتبعات كارثية على حاضر ومستقبل البلد الغارق في الفوضى والعنف. نرحب بالأستاذ خالد عمر شيخ، رئيس نقابة المعلمين الجنوبيين بمديرية البريقة. أهلا ومرحبا بك اليوم معنا أستاذ خالد. بداية لو تعطونا نبذة عن نقابتكم، متى تأسست وما مدى مشروعيتها؟ في البدء نرحب بكم وبحضوركم ونقدر اهتمامكم بالمعلم والتعليم، وحضوركم اليوم أكبر دليل على أن قناة بلقيس مهتمة بمصلحة أبنائها ومعلميها. ولو نجي يعني اليوم نتكلم مثال عن النقابة، نقابة المعلمين الجنوبيين كيف بدأت. نقابة المعلمين الجنوبيين بدأت في عام 2010، بدأت تأسيسها عن طريق فكرة من قبل رواد من المعلمين الذين اجتمعوا من جميع المحافظات المحررة من جميع المحافظات، واتفقوا على تشكيل نقابة جديدة تهتم بحقوق المعلمين، بسبب أن النقابات الموجودة التي كانت موجودة في ظل النظام السابق كانت نقابات يعني وجدت بريال سياسة وأخذت منحة سياسي غير المنحة التربوي غير المنحة الحقوقي. وعندما بدأت في 2011 تنهار المنظومة السياسية في اليمن، بدأت هذه النقابات تتهاوى وتنهار لأنها لم تبنى على حقوق المعلمين، ولهذا بدأت ظهور فكرة إنشاء نقابة جديدة من المعلمين. وكان بداية تأسيس النقابة على يد يعني ناس جاءوا عن خبرة 30 سنة أو 35 سنة في التعليم، منهم الأستاذ القدير رايد القعدي، نصر اللحقي، رحمة بامعلم، أنور غيور الذي بذل جهود كثيرة في إنشاء النقابة، وسعيد عبد اللطيف وياسر فرحان، وأنا أذكر بالذكر المعلم القدير المخضرم رايد طرموم ووهيب الحربي وفاطمة العيدروس وحنان وفاطمة العيدروس ورحمة العيدروس وحنان وفيروز ومها كثير، وياسر فرحان وياسر عولقي وسعيد مقطري، كثير من المعلمين يعني الذين اجتمعوا وأسسوا النقابة وأسسوا مؤتمرها الأول وأسسوا مؤتمرها الثاني وأسسوا عن طريق الانتخابات في المديريات عبر المدارس عبر، وحتى تكونت هذه النقابة لديها يعني نظامها الداخلي، لديها هيكلتها، لديها قوانينها الخاصة، ونشأت من أجل المعلم فقط وغير مدعومة وغير منتمية إلى أي جهة سياسية، إنما هي تنتمي للمدارس، تنتمي للمعلم، جاءت من مدارسنا وهي موجودة أيضا في مدارسنا. طبعا وصل أعضاءها اليوم إلى 93 ألف معلم
في 98 مديرية في المناطق المحررة المعلمين، والحمد لله هذه النقابة أصبحت يعني لديها قبول من المعلمين، لديها تقدير من المعلمين، لديها انصياع للمعلمين، وهذا دليل واضح على أن النقابة عندما تريد أن تنفذ أي وقفة احتجاجية أو أي إضراب أو إنما لا تدور المدارس بالشكل اللي كان أول، أو إنما هي حتى بتصل تلفون أو عبر المعلمين وتكون الاستجابة فورية. كيف تتعامل وزارة التربية والتعليم ومكاتب وزارة التربية مع النقابة، وهل هي معترفة بها؟ نحن والتربية نتعامل وفق نظام تربوي هو الاحترام المتبادل فيما بيننا البين، لأن القضية التي بيننا وبينهم هي حقوق المعلمين، ليست قضايا شخصية وليست قضايا تمس ذاتهم أو تمس يعني عملهم أو تمس، وهم بنفس الشيء يتعاملون معنا بنفس الاحترام وبنفس التقدير، ولكن بعض الأحيان قد تختلف الآراء، ولكن اختلاف الرأي لا يفسد يعني للود قضية. طالبتم بإضراب وها هو يسير في شهره الثالث، ما هي مطالبكم التي من أجلها طالبتم بهذا الإضراب؟ مطالب المعلم مطالب ليست مطالب تعجيزية كما يصفها البعض أو يقول أنها جاءت في الوقت الصعب أو في الوقت المستحيل. المعلم لا يطلب اليوم زيادة، لا يطالب الحكومة التي تعاني من أزمات وفساد يطالبها بزيادة، المعلم يطالب بحقوقه، المعلم لا يطلب بشيء سلب من راتبه، سلب من حقه، موجود العلاوة السنوية، التسويات، 2011 هذا 2011 تضيف 2011 يعني رواتب الذي يصل 50,000 ريال، معلمين رواتبهم 34,000، ووكيلة هذه المدرسة الآن راتبها 34,000 مدرسة تستلم 34,000 ريال يمني في ظل هذا الغلاء، في ظل هذا احنا عندما تقدمنا بمطالبنا الستة اللي هي العلاوة السنوية للمعلمين من 2017 إلى 2019، التسويات الدرجات الوظيفية طبيعة العمل ل 2008 2009 2010 2011 حقوق 2011، طالبنا بالمتقاعدين. اليوم المعلمين يسأل المعلمين أين ذهب المعلمون، اليوم نحن عندنا نظام التقاعد شغال، يتم إخراج معلمين من مدارسهم بحجة أنهم بلغوا إلى السن القانوني في ظل هذه الظروف التي يجب أن يكون وجود قرارات رئاسية بإوقاف التقاعد، ولكن ما زال التقاعد يمشي ويتم تراكم هؤلاء المعلمين خارج إطار التعليم بدون إعطائهم حقوقهم، دون توجيههم إلى خدمة الشؤون الاجتماعية، دون إعطائهم حقوقهم بيراكمهم، وتبقى رواتبهم في مع رواتب المعلمين، لا هو يعني معلم ولا هو متقاعد عبر سنين، ويسقط حقهم من الزيادات ويسقط حقهم من كل شيء. أيضا طالبنا التأمين الصحي، التأمين الصحي كل قطاعات الدولة يوجد لها تأمين صحي إلا قطاع التربية، الصرف الصحي والمياه والصرف الصحي لديهم، عامل النظافة وأنا أحترم عامل النظافة وأحترم شغله، أيضا لديه تأمين صحي إلا المعلم. نحن عندنا معلمين توفوا بسبب أمراض، يعني لدينا قصة معلم فيزياء كان موجود وتم يعني توفي، وبعد ما توفي نحن كنا لا نعلم أن هذا المعلم مريض، ووجدنا روشتة عنده مرض القلب، والروشتة كانت تجيب ولم يستطيع أن يشتري هذه الروشتة، ما عندوش الإمكانية، راتبه يمكن 30,000 ريال، معه أسرة ومعه بيت ومعه، كان يتجاوز يتحمل على نفسه. إذا كان موجود التأمين الصحي كنا لن نخسر هؤلاء المعلمين، خسرنا كثير من المعلمين بسبب الأمراض. التأمين الصحي يتم خصم على المعلم من راتبه 150 ريال شهريا على أساس أنه صندوق تكافل اجتماعي في التربية، هذا صندوق التكافل الاجتماعي للتربية يعطي المعلم يعني إذا قعبه مرض أو ذا 2,000 ريال أو 3,000 ريال، عاد يروح له خور مكسر ويقدم ورقة ويقدم التقرير وقبل الأخير عطاله 10,000 ريال، ولا لو كانت عملية كبيرة في الخارج، يعني عندي معلم حصل عملية خسر أكثر من 11,000 دولار عملية في الهند، عندما جاب وثائقة عطوله 15,000 ريال يمني. هذا التأمين الصحي حق المعلم، المعلم الذي هو يعني أساس المجتمع التعليم، المعلم هو كل إفرازات المجتمع تأتي للمعلم، المعلم هو الإنسان الوحيد الذي يشاركك أو يشارك كل أب وكل أم في تربية ابنها، المعلم
إذن وأيضا دور المعلم في بلادنا هذه في الوقت العصيب اللي نمر به عندما قامت الحرب في 2015 في مارس 2015، من الذي خرج للجبهات؟ خرج المعلم. أول شهيد يقتل في دفاعا عن قرية عمران بوابة عدن هو الشهيد جلال محمد أحمد وهو معلم. أول قائد جبهة صمدت في وجه الحوثة في عمران هو الأستاذ هيثم سالم حيدرة وهو معلم. أول من استشهد في تحرير منطقة الوهط في لحج هو معلم. ما أول من قتل في تحرير عمران وتحرير عدن وتحرير هو سعيد بروصي وهو معلم. وعندما انتهت الحرب لم يذهب المعلم إلى لأخذ المناصب أو لأخذ أو لتشكيل جماعات مسلحة، أو إنما عاد المعلم إلى المدرسة وحمل وطرح البندقية وحمل الطبشور القلم والطبشور وعاد يعلم، يعني ضمانا أن هذه الدولة التي دافع عنها والتي الشرعية التي دافع عنها ووهب حياته من أجل أنها بتعوض المعلمين، ولكن إحنا لم نجد أي شيء. في رأيكم أستاذ خالد، ما هي مبررات الجهات المعنية لهذا التجاهل إزاء مطالبكم؟ التعليم في الوطن العربي كامل من عام 1976 بدأت حرب على التعليم. كانت في عام ما قبل قبل 76 في 74 كان التعليم في الدول العربية تعليم قوي جدا، ونهيت سياسة لمحاربة التعليم. أول ما بدأ محاربة هي الاستهزاء بالمعلمين، وبدأت تظهر لنا مسرحيات المشاغبين الاستهزاء بالمعلمين. هذا من هذه اللحظة بدأ العلم ينهار. عندما أنت تهاجم المعلم وتضرب المعلم وتحقر من دور المعلم في المجتمع، أنت تهدد التعليم، وأنت إذا هديت التعليم هديت الأجيال، وإذا أنت قضيت على هذا البلد. بلادنا من الغريب أن الكل يتخلى عن المعلم، الكل يتهم المعلم، الكل يحمل المعلم المسؤولية، بينما نجد في هذا البلد أيضا قيادات سياسية على قد المسؤولية. نروح إلى حضرموت، نروح إلى حضرموت نشوف المحافظ البحسني رجل قد المسؤولية، وهو وجمال عبدون اتفقوا قيادات في المحافظة، عملوا صندوق للمعلم وأخذوا لترين من البترول دعم لهذا الصندوق المعلم، وأعطوا كل معلمين الساحل حقوقهم كاملة، ووظفوا 500 معلم بكالوريوس وأعطوهم رواتب كاملة، وعشر ألف زيادة فوق الراتب لهؤلاء المعلمين من هذا الصندوق. حل للقضية حتى تأتي الدولة، حتى تأتي الدولة حل. لكن إحنا في محافظة عدن في بقية المحافظات لماذا لا يقام هذا الدور؟ لماذا لا نجد رجل بهذه المسؤولية يحل هذه المشكلة؟ يستدعي الوزير المالية، يستدعي، يعني أنا أقول للدكتور على مثال عبد الله المس، لماذا لا تعلن حالة الطوارئ الشديدة وتذهب إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي وتقول له إلحق التعليم في المناطق المحررة؟ لماذا لا تذهب إلى هناك؟ لماذا يا سيادة المحافظ أحمد سالمين لا تعمل يعني مبادرة بحل هذا الشيء؟ يعني الصمت هذا ماذا يدل؟ هل تريدون أن نعلن هذه سنة تعطيل التعليم؟ لا تجدوا لهذه المشكلة حل، وجدتوا لكثير من المشاكل حل. أوجدوا لهذه، اجلسوا مع النقابة، الوزير يجلس والنقابة تجلس والمحافظ يجلس وزير المالية يجلس، ونجلس على طاولة واحدة ونتداول حل يحل هذه المشكلة، ونعيد أبنائنا إلى المدارس إذا نحن بالفعل لدينا وطنية ولدينا حب وطن ولدينا حب لأولادنا. أما أننا نكيل الاتهامات للنقابة ونكيل الاتهامات للمعلمين، هذا كلام غير صحيح. نحن من نطالبهم بفتح المدارس؟ نحن من نطالبهم بفتح المدارس بإعطاء المعلم حقوقه؟ إذا أعطوا المعلم حقوقه بتفتح المدارس. المعلم لا هل نحن لا نريد أن نعلم؟ بالعكس، نريد أن نعلم أولادنا أن هؤلاء يعني لهم حق ويجب أن يأخذوه، وهذا الحق ليس عند المعلم. اليوم المعلم وقف في نقطة الصفر، لا يستطيع أن يتقدم. المعلم غير قادر أن يعطي، لأنه وفق طرق علمية مثل مثلث ماسلو عندما عمل الهرم المجتمعي، هذا كيف يقوم المجتمع، طرح الحاجات الأساسية في قاعدة الهرم، وطرح الإبداع والذات في القمة. فكيف أنت تطلب من المعلم أن يبدع ويعطي ولا في قمة الهرم وأنت لم تجعل له قاعدة، لم تعطيه الشيء الأساسي في حياته، لم تؤمنه لقمة العيش، لم تؤمنه الحياة الكريمة، لم تؤمنه يعني العلاج الصح، لم تؤمنه الأمن الصحيح. هذا البعض يقول صحيح أن من حقكم المطالبة بهذه المطالب، ووضع المعلم سيء ولا يخفى على أحد، ولكن في المقابل هناك أجيال حرمت من فصل دراسي كامل. كيف تنوون أن تعوضون عن هذا الأمر، وكيف سوف تتم معالجته؟ نحن طبعاً لدينا
في هذا الموضوع. هذا الموضوع احنا عاملين له دراسه صحيحه وجلسنا مع التوجيه التربوي وعن موجهين وعملنا كثير من البدائل. اذا تم الموافقه على حقوق المعلم وعطى المعلم حقوقه بتكون هناك خطط لتعويض الطلاب ما فاتهم من التعليم. اولا بعض الخطط هذه انه قد نستثمر احنا نرفع الحصص الدراسيه، يعني المعلمين مستعدين ان يقطوا هذا الوقت الذي ضاع، يستطيعون حتى انهم يعملوا فترتين يضيفوا الوقت، يعني يزيدوا الحصص، نزيد الفتره الزمنيه، يعني العطله الصيفيه برمضان قد ندرس في رمضان احنا اذا تم اعطاء المعلم، احنا قد ندرس في رمضان، ليس لدينا مانع. الجهاد كان في رمضان، احنا بندرس اذا تم اعطاء المعلم وبنعمل وبنبذل جهودنا حتى احنا كادارات بننزل للمدارس وبندرس وبنعطي اولادنا وبنحاول ان نقطع القدر الممكن من المنهج حتى يخرج طلابنا على الاقل ب 50% من الفصل الثاني. الا تخشون ان يتم الاستغناء عنكم واحلال بدائل مدرسين بدائل عنكم؟ على سبيل المثال بعض المدرسين الذين الان تدفع لهم المنظمات والجمعيات الدوليه رواتب من اجل ان يعلموا، مثل ما حدث في صنعاء تم الاستغناء عن الاف المعلمين واحلال بدلا عنهم معلمين اخرين. في المناطق الشماليه هذا لا مجرد عصابه، والحلول التي قاموا بها في التعليم حلول يعني شبه بالحلول الكهنوتيه الدكتاتوريه التعسفيه او الاستغلال الوظيفي، هو اخراج الموظف من عمله واخذ وظيفته واخذ، والهدف ليس التعليم عندهم، الهدف ليس التعليم، الهدف هو الراتب المالي الذي يتقاضاه هذا المعلم، ان يخرج هذا المعلم من الوظيفه وياتي برجل مناسب من جماعتهم يحمل نفس الفكر ويعطوه هذه الوظيفه ليكون ولاء لهم. اما عندنا في المناطق المحرره احنا دوله نلتزم بالقانون، نلتزم لدينا قانون ولدينا دستور ولدينا نظم ولدينا فوق هذا كله لدينا عرف ولدينا قبيله. نحن ابناء البلد، هذه بلدنا، احنا دافعنا عنها وحررناها. انت احنا لا مانع عندنا انك تدعم التعليم بالمنظمات، لا مانع لدينا انك تدعم التعليم في القطاع التعليمي، في التعليم، في التغذيه، في اما انك تتعدى الخطوط الحمراء وتاتي بمعلمين تستبدلهم بدل المعلمين الاساسيين لن تستطيع، لان اقل مديريه تملك من المعلمين يمكن اكثر من 1000 مثل البريقه 1400 وكسور من المعلمين، لن تستطيع ولن تستطيع ان تغطي المدارس الموجوده في عدن، هذا صعب جدا، ولن وبيحصل نوع من الاضطراب السياسي، بيحصل نوع من الاضطراب قد يكون الامني، بيحصل صعب. المعلمين الذين اتوا في الصندوق اتت بهم منظمات مثل يونيسيف وكير، ونحن نشجع هذه العمليه ونرحب باي منظمه تدعم التعليم، ولكن احنا العتب اللي اخذناه على اداره التربيه والتعليم انهم لم يشركوا النقابه في تسجيل هؤلاء المعلمين، يعني كان التربيه والمنظمه والنقابه، احنا سنكون رافد مساعد لهم في هذا، في تقنين المعلمين، في الإشراف على توزيع المعلمين، في وطالبنا هذا بمدير التربية وطالبنا الوزير بهذا الكلام، ووعدونا ورغم أنه وعدونا شفهيا ولم يوفوا بوعودهم وقاموا بتنفيذ هذه الخطوة. وأنا أشوف أنها التعليم مش مقاولة ومش من أجي أعلم، احنا عنا 23 سنة في التدريس، يعني لازم المعلم هذا حتى لو كان خريج أو خريج ثانوية عامة أو معهد عالي أو كلية، هل أنت مؤهل لتعلم؟ التعليم له طرق تدريس، له أساليب، له دورات، مش يعني أنا أجيب واحد جالس في البيت أقول له تعال هذا يقرب لك تعمل سجلك في المنظمة، سجله في المنظمة لا تعرف هذا تاريخه، لا تعرف هل عملت له فحص صحي، هل عملت له لقاء شخصي، هل عملت له إيش يعاني من أمراض، إيش هل عنده حالة نفسية، هل عنده كذا، إحنا كذا توظفنا، كذا مرينا على كثير من الفحوصات، ومرينا يعني كم اخذنا دورات تدريبيه، اخذنا دورات تدريبيه في القراءه، في طرق التدريس، في المناهج، في انت تجيب لي واحد تعطيه منهج، والمناهج الموجوده اليوم صعبه جدا، انت عندما تفتح كتاب الصف السادس في الرياضيات تستغرب، صعب انك وانت معلم، فما بالك بولي الامر، ما نجيب احنا نقول درس، وايضا غير العلم يتطور يوميا. العلم يتطور وكل يوم تحظاها طريقة في الحساب، في اللغة، في العلوم، نحن وما زلنا نحن ثابتين على القسم المطولة والجذر التربيعي، الناس قد تعدت هذه المراحل،
يعني الفساد أو الخلل الموجود في مش في المعلم ولا في العملية التعليمية كامل. يجب أن يتم تغيير كامل للعملية التعليمية. هل ثمة تنسيق بينكم وبين نقابات المعلمين الأخرى على سبيل المثال نقابة المهن التعليمية؟ كانت هذه النقابات فعالة في ظل قيادتها السياسية ليست تربوية. وعندما حصل الخلل في المنظومة السياسية الموجودة في البلد انهارت كثيرا واختفت عن الشارع. اختفت كثير من النقابات ولم يعد لها دور. بدأت بعض نقابة المهن التعليمية تساير الإضراب، وأنا قريت لها منشور في حضرموت تدعو للإضراب العام. نقابة المهن تدعو للإضراب الشامل في حضرموت، ودورها قوي في حضرموت، لكن دورها في عدن أنا أشوف أنه والمناطق الأخرى ضعيف جدا. والمعلمين أيضا ملوا من هذه النقابات التي طالبوها في السابق بحقوق بعد 2011 ولم تعلن إضراب، تخلت عن هذه الأفكار السياسية والأجندات خاصة بها. في الختام أستاذ خالد، هل ثمة كلمة تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ نعم، أولا أنا أقدم التحية لقناة بلقيس، وأقدم لك أختي العزيزة، وأقدم للأستاذ ولكل الحاضرين، وأوجه رسالتي إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي، إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك، وقد كان لنا لقاء معه سابق وكان معنا اتفاق، ونقول له يا سيادة رئيس الوزراء نفذ الاتفاق، قم بعملك. يا وزير التربية، يا وزير المالية، يا محافظ عدن، تعالوا نجلس مع بعض، تعالوا نجلس مع بعض، أو اجلسوا أنتم، أنتم المسؤولون، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. اجلسوا واتفقوا وجدوا حل للمعلم المظلوم، المعلم الذي يعني يعاني من عدم الاستقرار في عيشته في حياته. قفوا اعطوه حقوقه وفق ما يقتضيه القانون، حقه الشرعي الذي هو حق شرعي كفل له القانون، كفل في القوانين الخدمة المدنية والمالية. أعطونا هذا الحق. أيوة يا رئيس الوزراء، يا وزير التربية، افتحوا المدارس بإعطائكم المعلمين حقوقهم. أنتم المسؤولون عن فتح المدارس، إذا أعطيتم المعلم حقه سوف يتم فتح المدارس، لا مشكلة. لهذا أنتم تتحملون المسؤولية الكاملة، لا تتحملها النقابة، لا يتحمل المعلم. المعلم منتظر ماذا ستأتون به، وصمتكم طال والتعليم تعطل في هذا الوطن، ونحن نحملكم المسؤولية أمام هذا الشعب وأمام الله، وشكرا. ختاما الأستاذ خالد عمر شيخ، رئيس نقابة المعلمين الجنوبيين بمديرية البريقة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. الشعاب المرجانية تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الحياة والبيئة البحرية، وتعد موطنا للعديد من الأسماك. حكايتنا لهذه الحلقة. تتميز مياه خليج عدن ببيئة بحرية قلما تجد لها مثيلا في كثير من بحار ومحيطات العالم. الموسمية شرقا وغربا أكسبت مياه خليج عدن الكثير من الظواهر الطبيعية الموفرة معها بيئة ملائمة للأحياء البحرية، ومن بينها الشعاب المرجانية مواطن الأسماك ومراعيها. خليج عدن يتميز بشعاب مرجانية على منتشرة في كثير من قاع البحر في خليج عدن، ابتداء من نقطة العالم تحديدا
إلى غاية باب المندب والغرب من سقية. شعاب المرجانية من الحياة البحرية التي تساعد وتساهم على استقطاب كثير من الأسماك، تحديداً الأسماك القاعية، هي تعتبر مواطن الأسماك، كذلك توفر غذاء الكثير من الأسماك المهاجرة التي تسطول من شعب إلى شعب آخر ومن شعاب مرجانية إلى أخرى. في خليج عدن هناك شعاب مرجانية في الماضي كانت ولا زالت تعتبر يعني مصدر رزق لكثير من الصيادين الذين يقومون باصطياد الأسماك من على تلك الشعاب المرجانية. المناخ البارد في خليج عدن بفعل حركة الرياح الموسمية أثر كثيراً على نمو وتكاثر الشعاب المرجانية، وما تبقى منها مساحات قليلة لا تتجاوز 5% في هذا الامتداد الساحلي الطويل. نحو 8 أميال المسافة التي تقطعها رحلة بحرية من منطقة فقم الساحلية في البريقة غرباً باتجاه جزيرة الجحب المشهورة بكثرة الشعاب المرجانية، الموطن الدافئ للأحياء البحرية. ما حدث للشعاب المرجانية حالياً أن في هناك قلة وعي أو عدم وعي من قبل الصيادين تحديداً الذين يقومون باصطياد الأسماك فوق تلك الشعاب المرجانية بنوع من أنواع الشباك وطرق الصيد التقليدية، أو ربما هي طريقة الصياد تم استحداثها حالياً. الشعاب المرجانية حاليا في خليج عدن، خاصة الشعاب المرجانية القريبة من الساحل، تتعرض إلى دمار، إلى خراب، إلى تدمير من قبل تلك الطرق للصياد، الأمر الذي جعل كثير من الأسماك تهاجر هذه المناطق. يعني صرنا نحن كصيادين على سبيل المثال نستقبل الأسماك فقط من خلال الموسم، لكن كأسماك مستوطنة أو كأسماك يعني لها مواطن كالشعاب المرجانية لم تعد موجودة حاليا. تعتبر الشعاب المرجانية مصدراً رئيسياً للغذاء ومركز نشاط للحياة البحرية، توفر موطناً آمناً للأسماك والنباتات والأحياء البحرية باعتبارها واحدة من أكثر النظم البيئية تنوعاً في العالم. متنوعة الأشكال والألوان، فهناك الشعاب الدائرية المطوية التي تعرف بتشابهها مع دماغ الإنسان، وهناك ما يعرف بصوت البحر الطويل والأنيق ومراوح البحر التي تبدو أشجاراً أو نباتات معقدة. تنمو الشعاب المرجانية ببطء شديد بمعدل 2 سنتيمتر سنوياً، وتحتاج لشروط مناسبة من حرارة وضوء وملوحة، وهذا يفسر وجودها في المياه الاستوائية على عمق يصل إلى حوالي 150 قدم فقط، حيث يتم تسخين المياه الضحلة بسهولة بواسطة الشمس. الشعاب المرجانية عندما تدمر تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تعود من جديد، خاصة إذا كانت متواجدة عادة على الصخور، أما إذا دمرت وسويت بالقاع فخلاص تعتبر أنها دخلت في مرحلة الموت الدائم. لكن للأسف الشديد نحن نتمنى أول حاجة أن يكون الصياد واعي أن هناك أجيال قادمة، الأجيال القادمة هم أبنائه. إذا دمرت هذه الشعاب المرجانية ودمرت عام بعد عام فسوف تنعكس سلبياً على الحياة المستقبلية لأبنائه. فنحن محتاجين أول حاجة وعي من الصيادين ثم اهتمام من الدولة، أقل شيء تحول تلك الأماكن اللي فيها شعاب مرجانية أو قاع البحر اللي فيه شعاب مرجانية تم حصرها ورصدها تحول إلى محميات. يتراجع الماء في مد وجزر وتبقى الشعاب المرجانية مستوطنة القيعان بحثاً عن بيئة آمنة في أعماق بحر هادئ بعيد عن صخب الحياة. إلا أن هذه الشعاب المرجانية الرابضة في أعماق المياه الدافئة
يموت العديد منها بفعل التلوث والاصطياد العشوائي، فتخسر الأسماك بذلك حركتها وتفاعلاتها، ويفقد الإنسان أحد مصادره الغذائية. الصياد الآن للأسف الشديد صار هذا المصطلح شائع، وأنا دائماً أقوله أن الصياد هو عدو نفسه من خلال عملية الاصطياد. لا توقف سفن اصطياد تجارية ولا توقف سفن اصطياد عالمية في خليج عدن تصطاد الأسماك أو تدمر الشعاب المرجانية زي ما كان يحصل بالسابق. حالياً الصياد هو عدو نفسه، ليل ونهار هو داخل البحر يصطاد الشعاب المرجانية. هذه ليش ما نقول عنها مواطن أسماك؟ ليش نقول عنها مواطن أسماك؟ نقول عنها مواطن أسماك لأنها تجيب الأسماك عشان تعيش، عشان تضع بيضة، عشان تتواجد، عشان تتكاثر. إذا هذه الشعاب المرجانية دمرت، الأسماك لن تأتي، الحياة البحرية لن تتجدد. وشيء مهم جداً، خيار البحر، خيار البحر هو فلتر البحر، يقوم بتصفية وتنظيف الشعاب المرجانية بالليل عشان تأتي أسماك بالنهار وتلاقي الشعاب المرجانية نظيفة. حالياً يتم أخذ أسماء خيار البحر من القاع، يأخذه للتصديره ولبيعه. يعني حياة بحرية تدمر للأسف الشديد. الجيل القادم لن يجد أي شيء طالما هناك تغير مناخي كذلك يؤثر على الحياة البحرية في خليج عدن. الحفاظ على هذه الثروة الوطنية المهددة بالانقراض يتطلب بالضرورة رفع الوعي البيئي بأهميتها وبفوائدها وخدماتها المتعددة، وإنشاء المزيد من المحميات البحرية، ووضع خطط جادة وقيد التنفيذ للإدارة الرشيدة والمستدامة. الكاف صحفية تؤمن بأن الصحافة مهنة البحث عن الحقيقة، ولا يستحقها إلا من يحترم قلمه ويدرك معنى أن تكون صحفياً. لإيمانها بأهمية الصحافة الحرة والكلمة الصادقة والهادفة، التحقت خديجة الكاف بقسم الإعلام في جامعة عدن، وبعد التخرج عملت مراسلة ميدانية وخاضت تجربة صحفية كانت صحيفة 14 من أكتوبر نقطة انطلاقتها الأولى. جاء اختياري لمهنة الصحافة إيماني بأهمية رسالة الصحافة، فرسالة الصحافة هي كيف أنك تحاول أن تغير الوضع بقلمك وتكون قلم نزيه وقلم يناشد بينقل معاناة الناس. كما نرى أنه كثير من في المجتمع يعاني كثير من الأوجاع والمتاعب، فهي مهنة بالفعل مهنة المتاعب لكون الصحفي يبحث عن المعلومة بصعوبة ويصل لها. تؤمن خديجة الكاف بأهمية الإعلام في الحياة ودوره في تنمية المجتمع والنهوض به، وتتطلع إلى وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين الإعلام والمجتمع المدني، وخاصة في مجالات الدعم والتأهيل والرقابة والمناصرة. أنا طبعاً أفضل الجانب العمل مع منظمات المجتمع المدني المحلية التي بدأت فيها، منها مؤسسة وجود للأمن الإنساني، أيضاً بدأت مع مؤسسة فردش إيبرت الألمانية ومنظمة شركاء اليمن، كثير من المنظمات الدولية التي تهتم بالجانب الإعلامي وتعمل جاهدة إلى يعني إحساس الإعلامي بأنه يعمل مع جهة تشعره بأنه بالفعل أنه إعلامي وأنه صحفي يحترم قلمه. بينما هناك بعض المنظمات الدولية والمحلية تهمش الجانب الإعلامي ولا تعين له أي أهمية حتى في جانب التوثيقي، بإيمانها أنه الجانب الإعلامي هو يبحث عن المشاكل ويبحث عن الإساءة، فليس جميع أصابع يديك متساوية، فهناك من الإعلاميين من ينقل الصورة الإيجابية والصحيحة، وهناك منظمات بالفعل أنها منظمات يعني نقول بصريح العبارة وهمية، إنما هي بجانب الإشهار فقط، تشهر وتعلن عن أنشطتها وفعاليتها، بينما هي لا تقيم أي نشاط وأي نشاط مجتمعي يفيد المجتمع. في
مشوارها الإعلامي واجهت خديجة الكاف الكثير من الصعوبات والتحديات، غير أنها وبدعم من الأسرة والأصدقاء تمكنت من تجاوزها، مصرة على المضي قدما في هذه المهنة المحفوفة بالمخاطر والقلق. معاناتي ممكن تبدأ منذ دخولي لصحيفة 14 أكتوبر. طبعاً أنا دخلت كمساهمة، استمرت لمدة سنتين بدون أي مقابل. طبعاً كانت المقابل كان بسيط، أعتقد بدل مواصلات، ولكن لم أستسلم. فكان والدي حفظه الله كان يشجعني وكان لا تعيلي أي هم للمال، فأنا سأدعمك إلى أن يعني أن تحصلي على الوظيفة. فالحمد لله استمريت، ورغم العائد المادي كان قليل جدا ولكني استمريت. كما تعلمين أن عندما تحضرين إلى فعاليات تحضرين إلى ده تحتاج إلى بعض يعني المواصلات وكذا دي الشغلات، فلا بد إنه نحن كصحفيين بعض الأحيان أن نترفع، يعني علينا إنه نتغاضى عن كثير من لأنه ليس كل الوصول إلى المال هو الهدف، إنما كيف تصل إلى المعلومة وتنقلها بطريقتك وبأسلوبك بالاستفادة من تجارب صحفيين آخرين. يعني كيف نحن ممكن نأخذ من خبرات الآخرين وكتاباتهم في المواضيع الصحفية، وممكن نحن بعدين نعمل لنا شخصية معينة في كتاباتنا لموادنا الصحفية، لأن المواد الصحفية تحتاج إلى عناية وتركيز، لأنه بعض الأحيان نحن كصحفيين نتغاضى عن بعض الأشياء البسيطة، نأخذ المعلومة الأولية ونتغاضى عن التفاصيل. رسالة الإعلام تتطلب كما تقول خديجة الكاف أمانة في نقل المعلومة وحيادة في التعامل مع القضايا والأحداث، وتشدد على ضرورة عدم تسييس الأقلام الصحفية وتوظيفها لنقل الحقيقة وخدمة المجتمع ومناصرة القضايا الوطنية. الصحافة هي مهنة نبيلة، مهنة سامية، يجب علينا أن نهتم بالصحفيين والصحفيات العاملات في هذا المجال، لأنها مهنة بالفعل تعتز بكل احترام بكل من يشعر بأن قلمه محترم وأنه غير مسيس وأنه يكتب في اتجاه واحد، في اتجاه أنه يناشد بالحيادية سواء كان مع هذا الطرف أو مع هذا الطرف. لا دائما لا نسيس أقلامنا، لابد أن نكون في حيادية، نقف بخط واحد مع هذا الطرف مع هذا الطرف، ونكتب بأمانة ومصداقية جميع المبادئ الصحافة التي تعلمناها في جامعاتنا وفي دوراتنا التدريبية التي تناشد بأهمية مبادئ الصحافة. لابد أن يعتز الصحفي بنزاهته وأمانته، لأنه بالأول والأخير هو ناقل للمعلومة. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.